كلهم مع بعض كده، الاكس طلعتها لك كام؟ 25 صح؟ 25 ودي 50 50 اكس. طيب دي طلعتها الاكس بكام؟ 60 الله ينور، لان ده حرف يو اهو. ودي كام؟ 60 برضه. لا بالك، ده كده 180 يبقى 120. حاجه. وممكن واحد تاني يجيبها من حرف اف اهو، بص حرف اف اهو اهو، فدي 120، بتلاقي دي 120 ده. ايوه انا جبتها مستر. بص انا قلت ان الاكس كورسبوندنج مع الواي، عشان واحده بره واحده صح جوه. صح صح لا مش الاكس بقى هي اللي كورسبوند، دي هي اللي كورسبوند حرف اف اهو، ال هي 120 قصدي. كده تمام. طيب تعالى على دي بقى، دي جبتها الاكس بكام؟ طيب 60 لا خد بالك، هما الثلاثه دول اللي ايكوال بعض، دي 60 خد بالك، الانجل دي كلها 180، لما دي 60 20 لوحدها يا مستر، لا ما تستعجلش بقى، 20 100 180 هتعملها ماينس 60 تديك وان كام؟ 120. طب هما الثلاثه ايكوال 120 بعض يبقى كل واحده منهم كام؟ 40. سنة. ما انت هتقسمها على 3 بقى، مش هما الثلاثه قد بعض، اوف كورس خدت صح. بالك؟ اه يعني كده هتعمل 120 ضرب 3، ما هما الثلاثه قد بعض تطلع 40. طيب تعالى بقى تمام. على دي، أو تعالى على دي، دي لها حلين، في ناس ممكن يوصلها من هنا ويعملها حرف يو، بص حرف يو اهو وحرف يو انا اهو. عمال انا اللي هي اليو ديت، انا جت في بالي وعملتها برضه نفس الحاجه. طلعت معايا اسمه دوت 100 ماشي، انا اقول لك على حل اسهل. طب ما انت بدل ما تعمل 165. اللي الخط انا من هنا، عملته بص هقول لك على حل اسهل، بدل ما تعمل الخط من هنا اعمله من هنا، بص كده يا عم كده بقت اسهل. ليه بقى؟ لا، ليه انا بقى بعمل عندك باليو، انا بعمل عملت اليو قلت عملتها كده؟ 165. لا العكس، عملتها حرف اليو. كده اسهل، كده اسهل، والاثنين صح، الاثنين صح، بس كده اسهل ليه؟ لان حرف زد بيبقى اسهل، دي 45 هتبقى دي 45. 445 طيب وهنا حرف زد تاني اهو بقى خد بالك، بس دي 45 اه المفروض كنت ادي لك دي بصراحه، معلش معلش يعني دي ايه؟ دي مثلا لو 35 انا نسيت اديك دي بصراحه، 35 دي برضو 35 خلاص، هو كان عايز الواي كلها، كنا هنعمل 45 بلس 35، ما هي دي كلها بقى 45 بلس 35 تطلع كام؟ 80. فاهمني ولا صعبه؟ أي فاهمة كده أصلا. تمام. طيب بص بقى دي في الماركت لما تقولي حاجة في الماركت. نعم؟ اه طب بتقول يا محمد؟ لا ما قلتش حاجة يا مستر. طيب هنحل بقى على بتاع الباراليزم تاني، هناخد المسائل اللي هي ايه فيها موضوع اكس وواي ده، عشان دي مهمه. بص زي مين؟ يعني لو خدنا دي بص كده، هو عامل لك كده، دي كانت كويشن نمبر كام؟ كويشن نمبر 16 في المعاصر على الدرس ده في البرنتس، كان عامل لك كده كده، كان عامل لك هنا ده كده، عامل لك ده كده، كان بيقول لك ان الانجل دي 120 وبيسالك على، بيسالك على دي اكس. احنا اتفقنا ايه؟ هو اداني دي، احنا نقدر نجيب اللي جنبها، تطلع كام اللي جنبها دي؟ 6 6. قلنا بنبدل فوق، يعني هنا 60 وهنا 120، ما انا بعمل كده. والاربعه دول بيتنقلوا في كل الناس، يعني تنقلوا هنا بص زي ما هم كده 60 120 120 60، هنا 60 120 120 60 60 120 120 60، بس خلاص يبقى الاكس طلع 60. سهله ولا صعبه؟ سهلة. لا ما فيهاش حاجه، يبقى الاكس ب 60. طيب تعالى بقى اللي بعديها اللي هي نمبر 2، اعمل لك ايه؟ مستر دي في بيتش كام؟ في بيج هقول لك انا سيف بيج 104 104 في تمام. المعرض. طيب تعالى بقى كم اعمل لك بيتش؟ واحده هو ايه كده، ركز بقى عشان هديك اللي تحت دول تعمله، في ناس تنزلهم تحت كده جايب، بس ناخد احنا اللي فوق دول. بص هنا هعمل لك ايه؟ نمبر 2 هعمل لك دي 120 كده، هعمل لك ده كده، وبعدين انا هعمل لك طالع لك منه كده وقال لك دي 120 انجل دي. طيب وبعدين قام جاي اعمل لك هنا ده بارلل ده كده، بارلل لده
حرف زد اهو. وبعدين قام قايل لي ايه؟ قام عامل لي هنا دي ايه؟ هي مش باينه معايا قوي، بس بتالي 40 وجنبها ايه؟ هنا بص يا محمد، هنا في 40 وجنبها واي ولا جنبها اكس؟ مش عارف جنبها اكس باين؟ لا مش ثانية واحدة، أنا مش فاتح الصفحة، أنا بدور بجيبها. هي بتالي جنبها، جنبها اكس يعني، هي مش باينه عندي قوي. ثانية مثلا على المكتب السبعة أهو. ده في الإكسرسايزز صح؟ اه بيت النهارده كله ده. أيوة. إكس يا مستر. اكس تمام. بص بقى يا ريس، لو انا ملاحظ حاجه في حرف زد اهو، قلنا حرف زد ممكن يجي مفتوح كده، مش لازم يعني زد اللي هي زد بتاع الانجليزي. طب لما اجي مثلا على والله، فكرة احنا حللنا ده قبل كده، لا ما حللتش الاكس، دول ما حللناهمش حليناها قبل كده. بتاعت الاكس دي. مش هتطلع في 20 يا مستر؟ لا، بص بس معايا، دي ما حللناش بتاعت الاكس دي، انا عارفها. طيب طب قولها معايا، دي 120 هنجيب دي ازاي؟ ايه؟ لما دي 120 اقدر استفيد ايه؟ ان دي برضو 120 صح، حرف زد اهو. هو انت هتلاقي كل تمارين الباراليزم شكل بعضها، خد بالك بس مع اختلاف ايه. طب دي 120 لو انت ملاحظ حاجه تقدر تطلع لي الاكس؟ ها هنعمل 120 بلس 40 هتطلع ثانية واحدة 20. صح، دي هتطلع كويس. بس ما حليناها قبل كده. حليناها. طيب اوكي ماشي خلاص. طب وحلينا اللي هي نمبر 5 اللي تحت دي، اللي عامله كده دي، اللي عاملة زي الكيوب كده. حليناها دي كده. لا اه انا بقول طيب مفيش مشكله. طيب نشوفهم بقى كلهم عادي، مفيش مشكله. ممكن نكون حلينا دي بس، بس الباقيين ايه؟ اصل المسائل دي مهمه. بص بقى، تعالى بقى اللي بعديها كده، عامل لي كده اللي هي نمبر كام؟ نمبر 3. عامل لي كده، بص كده، تعالى انا زي التعبان دي كده كده. لو انت لاحظت رقم اثنين من المربعات، لو انت لاحظت حاجه، في ناس بتقول انها يو، انها زد، لا هي مش زد، هي حرف يو اهو. يا يو بص يا محمد، وفي حرف يو تاني تحت اهو، ده يو وده يو. طب هو مديك دي كام؟ مدي لك دي 80. يبقى دي كام؟ يبقى اللي تحت 100. الله ينور عليك. رجع الثاني ايه؟ قال لي دي اكس. 100 لا ده دي اكس، خد بالك انا ملاحظ او حاجه يبقى كده. 80. بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، هو مدينا حرف زد في النص. بص شايف الزد اهي، ده كده مع ده اهو. بص حرف زد اهو اللي هو عامل كده ده، ما هو ده زد برضه. لما دي 100 انا عارف. يبقى دي 100 صح؟ 100 دي والاكس تكون 80. يبقى دي هتطلع كام الاكس؟ 80. بيتي الله ينور عليك. بس ماشي دي بس هصوره، يبقى دي حاجات ايه جميله. طب اسيب لك الثلاثه اللي تحت دول تفكر فيهم وتبعتهم لي، ولا لا ترسل عليهم معاك، ولا في ناس ثانيه تحت، في سؤال ثاني تحت عن القصه دي. طيب لمني كده. عامل لي بقى بتاع عامله زي علامه السبميشن في الماث، العلامه دي لما تكبر شويه في ثانيه ثانوي اسمها سبميشن. ليه عامله كده؟ كده كده كده. دي اللي انا قلت لك عليها ان اسهل حاجه هو عايز الاكس. اسهل حاجه ممكن تعمل انت كونستراكشن من هنا، تعمل لاين من هنا، اعمله انت من هنا احسن كده، بتبقى اسهل. يديك حرف زد، حرف زد ده كده اسهل اهو. بص بقى هو قال لك ايه؟ قال لك دي 25. طب ما هتبقى دي برضو 25 ولا ايه؟ 25 حلو. طب تعالى تحت بتديني 20، هتكون 20. يبقى دي برضو هتكون 20. او عايز بقى دي كلها تبقى كام؟ هتكون 45. الله ينور عليك، يبقى الاكس 45. ماشي تعالى اللي بعديها، اعمل لي كده كده وكده وكده. طيب بيقول لي الانجل دي كام؟ 100. انا على فكره ممكن اعمل من هنا وتبقى حرف يو يعني، مستر ممكن اعمل 105 من هنا الاثنين صح. معايا يا محمد؟ الو ايوه معاك معاك.
اللي فوق ثواني 105 مثلا، 100 ايه؟ اللي فوق 105 مش 100. 105 ماشي. بص هو براحتك انت ممكن تعمل من هنا وممكن تعمل من هنا، بس انت بص خليك دايما من الناحيه اللي فيها الاكس، يعني الاكس جاي من بره اعمل انت كده، الاكس جاي من جوه اعمل انت كده، مش فارقه هما الاثنين يحلوها. طب دي 105 هتبقى دي كام؟ سنة هتكون ونها ها؟ 75. الله ينور عليك، لان دول كده حرف يو. طيب ألو في يو تاني تحت اهو، دي 115 هتكون دي كام؟ مستر، ايوه معاك، انت سامعني ولا لا؟ سامعني يا محمد ولا سامعني؟ سامعك يا مستر. طيب دي 115 اقدر اجيب دي؟ أو كام؟ 65. بس الاكس شاملهم هما الاثنين، يبقى الاكس هتبقى 75 بلس 65 هتطلع كام يا بطل؟ هتطلع 140. يلا طيب تعالى نشوف اللي بعدها دي، اللي عامله زي السهم دي، عامل لك كده كده ماشي، سهم اهو كده ماشي، وعامل لي كده اكيد يعني فيها كونستراكشن، هو عايز الاكس. بص طالما هو عايز الاكس، بص اعمل انت كونستراكشن من هنا او من هنا، اعمل من هنا منها كده. طيب بص دي 35، على فكره لو انت ملاحظ حاجه حرف اف اهو، بص اهو اهو اهو، بص لو انت خدت ايه بالك كده، ازاي كانت لو ازاي انا مسحت لك دي كده اهي حرف اف، حرف صوت معلوم يعني دي 35 هتبقى دي كام؟ 35 برضه. 35 برضه كورسبوند. طيب تعالى تحت، تحت هتلاقي حرف اف تاني اهو، لانه عامل لك كده، يبقى 65 صح. اللي تحت دي جايه 60 صح؟ 65 65 لا 65 65 خلاص، يبقى دي برضه هتبقى 65. انت معايا ولا مش معايا؟ مات بس هتبقى عايز دي كلها خلاص، يبقى اكس ايكوال 35 بلس 65 100. يطلع 100 اكس. ماشي، ممكن انت بقى تاخد لي، تاخد لي السؤال اللي هو نمبر 17 17 و18، تعرف تحلهم؟ نمبر 17 يا مستر. لا مش عارف صراحة. طب اوكي ماشي، هقول لك بس دي اسمه. بص نمبر 17 فيها تريكه صغيره قوي، هو عامل زي الشكل ده على فكره، بس بص الناحيه التانيه، لا انا عارف بس هو مش مديني اي ارقام. ما انت بقى تاخد بالك من حاجه. بس هو عامل كده، بيقول لك دي اكس، وهنا دي واي، وهنا دي زد، بيقول لك هو اكس بلس واي بلس زد ايكوال كام؟ طب ثانية واحدة كده، هو أنا لو عملت كونستراكشن كده مش بقى ده حرف يو؟ ما انا كنت بقول كده يعني أه الاكس الواي ايكوال الاكس بلس زد. لا ثانية واحدة بس، الأنجل دي مع الحتة دي يعملوا كام؟ مش 180 دي؟ طيب الحتة اللي فاضلة دي مع الأنجل دي مش يعملوا كمان 180؟ يبقى 360 يبقى التجميعة كلها عملت كام؟ 360 بس كده. ما هو انت بص اكس وحته من الواي عامله 180، وبعدين زد وحته كمان من الواي ونصها مثلا عامله 180، خلاص يبقى كلهم على بعضهم كده 160. 180 بلس 180 يبقى 360 من غير ما يديك ارقام خالص. سهله ولا صعبه يا محمد؟ سهلة يا مستر. اديها لك بارقام عشان تبينها لك، ماشي مستر، ممكن بس يعني انا اقدر مثلا اروح اقول اشرب لك على ميه حاجه، واجي. لو دي يا عم 100 مش تبقى دي 80؟ طيب ولو دي مثلا 120 مش تبقى دي 60؟ اجمع بقى كل الارقام دي كده هتلاقيهم 360، 360 لان دول اصلا 180 ودول 180 هيعمل لك 360.
فهمت الفكره ايه؟ تمام. بقى اه تعالى بقى دلوقتي. مستر، ممكن استنى بس اروح اشرب ميه واجي. اتفضل يا حبيبي. طيب انا نشوف اللي بعدها دي عامل لي ايه؟ عامل لي كده. حرف يو اهو. او اف برضه مستر. عامل وده اف برضه هنا وهنا صح، برافو عليك. طب هو عامل لي الانجل دي 40 الصغننه دي. ماشي ماشي. وعامل لي فوق هنا اهم حاجه ندور على البارلل. بص ده كده بارلل واحد صغنن زي هناك اهو. بص ده بارلل عامل واحد. الانترنت يعني. الترنيت حرف زد اهو صح ولا لا؟ تمام يبقى صح. لما دي 40 هتبقى دي 40. 40 طيب تعالى بقى دلوقتي قال لك الصغننه دي 30. طب ماشي. طب ما انا هلاحظ حاجه، انت لسه من شويه قال ان حرف اف يعني دي كلها كام؟ المفروض ايكوال دي كلها 100. حرف اف اهو. اه في الاصل يعني لو شلنا الحاجات اه السابقه كورسبوندنج. كورسبوندنج اهو. يعني انت لاحظت كده اهو عامل كده في حرف اف عامل كده، دي قد دي، هي دي اصلا كام؟ 30 و40 يعني 70، يبقى دي 70. خدت بالك يا محمد؟ اه ولا مسح لك الزيادات دي عشان تبان معاك؟ لو انا مسحت ده لا كده لا لا، انا فاهم انا فاهم انا فاهم حرف اف يبقى دي 70 مع 70 بس. شفت بقى يا لا انا سيدي؟ فاهم انا فاهم يعني الفكره حرف زد مع حرف اف. تعال نشوف اللي بعدها دي كده. يبقى انت اهم حاجه تدور على البارالل. دي المساله دي واعملها لك كده اهو. ادي ايه وادي بي. بعدين انا عامل لي ده. بص اللي هو جايبه لك دور له على واحد بارالل. خد بالك عشان اديك مثال تعملها اهو. ده البارلل بتاعك تمام. هتلاقي عليهم حتى سهمين كده، عامل لك هو سهمين كده او سهم يعني. خلاص حرف زي ده ماشي. دي 80 يبقى دي 80. ايه طيب ماشي. تعالى بقى في حرف زد تاني جاي بس من على جنب من هنا اهو. عامل لك كده وعامل لك كده يبقى 60. صح كده. حرف زد تاني اهو على جنب. عامل اه لك 60 هنا. يبقى دي 60. فاضل لي دي اجيبها ازاي؟ اعمل بلس الاثنين واعمل لهم ماينس 180، الله ينور عليك. لان الثلاثه دول مع بعض وانا هتكون 40. يبقى تطلع 40 بس. شكرا. طيب تعالى على نمبر 3 دي جايبالي ريفلكس. نمبر 3 عامل ازاي؟ دور احنا برضو على الفرق. تعمل لي ده كده اي لاين ارسمه اشوف البارالل بتاعه ده كده. في واحد بارالل ليه فوق هنا كده صغنن كده. ما هو مش لازم البارالل يبقوا طول بعض، ده طويل وده قصير عادي مش مشكله. وده متوصل لي كده. ده كده انا عندي لحد هنا بس كده حرف يو. لو انا كملت لو كده حتى حرف الخط كده اف هيبقى اف. اف اهو. ماشي. طيب ماشي. هو مديني ايه؟ عامل لي كده رجع عامل لي ايه؟ عامل لي ده كده عامل له واحد بارلل من هنا. عامل له واحد بارلل دي من هنا. بص بقى ركز، هو ادالك مين؟ خطط من ادالك هنا قوي. الريفلكس انجل. بص الانجل اللي بره دي يعني الريفلكس يعني دي 300. طب تبقى دي كام؟ شان 6. الله ينور عليك. لان هي بيكملوا سيركل مع بعض دي 60. طيب خد بالك بقى انا ممكن اجيب كل حاجه بقى دلوقتي ان شاء الله. بص دي 60 اقدر اجيب دي اه واقدر اجيب دي على فكره. دي برضه حرف اف اهو يعني ممكن اجيب دي على فكره 60. وممكن اجيب دي 60 يبقى دي 120 عشان حرف يو صح؟ اه تمام يا محمد. طيب لما دي اه 120 مش ده حرف زد اهو؟ حرف زد اهو يبقى دي 120. 120.
طب دي هتبقى كام؟ هو طالب دي مش طالب 120 ها؟ دي 120 اولا في او اي، بص لانهم عاملين كده فدي 120 هتبقى دي 120 في او اي تفتكر ايه بس ثاني؟ وفي عشان الحرف اف وعشان حرف اف كذا حاجه، وعشان دي 60 يبقى اللي جنبها 120 يبقى 180. هو طالب مين بقى؟ طالب دي يعني الريفلكس بتاعت دي تبقى كام؟ ثانية واحدة 240 240. فهمت يا حمد القصه ماشيه ازاي؟ طب ممكن اسيب لك الثلاثه اللي تحت دول تفكر فيهم دلوقتي؟ طيب حاول تعملهم دلوقتي 5 minutes كده، تمام يقفوا معاك برضو هنقوم حللهم مع بعض بس عشان انت تفكر فيهم. تمام بس اهم حاجه تدور لي رسمت لاين، شوف له مين البارلل، سنت لاين شوف لمين البارت تمام بس هتلاقي ثلاث تمام مرات تمام يلا.